يعني ممكن في طبقات كتيرة قوي نختلف نتفق متوسطة أعلى من المتوسطة بقى عندها شيء من القلق، لكن الطبقات الأقل من المتوسطة بيحاولوا يصلوا بيها لواقع مستقر من النواحي طبعا المالية الغذائية، يبقى يعني في تمكين حتى اقتصادي يقدر يحصل على فرصة. المعاملات معاهم بكل أشكالها في نواحي الحياة كلها مختلفة للحفاظ على هذه الطبقة. صح، لكن مما لا شك فيه ان احنا بنمر بأزمة اقتصادية، ودي أزمة عالمية، والدنيا كلها متغيرة بشكل مختلف، لكن احنا وبنكافح بنقاوم للخروج منها. ومش هنقدر ننجح إلا لو عملنا شيء من الاستقرار وحافظنا على بلدنا. انت بلد دي ما تقدرش تخش في اي صراع خارجي، لان يا دوبك احنا متحملين بعض ومتحملين فوق ده كله كل اللي احتاجونا. مين احتاجنا وما جاش لقى ليه مكان في بلدنا؟ مين من سوريا، مين من العراق، مين من السودان، مين من ليبيا؟ ما قلناش لحد لا، والله من تعيش أقصى الشرق وسطينا لأقصى اخوات، الغرب. عمرنا ما قصرنا مع حد، والناس داخله وبتشتغل وبتتعامل وعايشين حياتهم. انا عايش هنا في اكتوبر، المحلات قد كده سوريين وقد كده عراقيين وقد كده ليبيين، وكله شغال وعايش كانه مصري. صحيح، احنا عندنا الفن التعامل مع اخواتنا العرب بنقدمه بشكل رائع راقي من غير مزايدات. صحيح، ولا فاي ناس أحد بقى بتحاول يتعامل، تتلاعب ومش انت بيتم فاهم؟ التعامل مع حد باعتباره جاي من دولة شقيقة، هو بيتم التعامل مع الكل باعتبارهم مصريين قلبا وقالبا. قلبا وقالبا انت تقدر تيجي على اي حد هنا، سوري ولا عراقي ولا فلسطيني ولا سوداني ولا بتاع، المصريين ياكلوك، آه ده بيشيلون فوق صح الراس. صح انا شفت صح مواقف لناس مصريين انا مش قادر احكي لك. يعني احنا بنتعامل بمنتهى البساطه مثلا مع واحد بيورد خضار لبيوت وبتاع، فمثلا واحد عراقي واحد سوري بياخد وبيقول بعدين هدفع وبتاع، انا بشوف مصريين بيروحوا يدفعوا لهم من وراهم. انا شفت مواقف هنا يعني نفخر بمصريتنا ونفخر بعروبتنا ونفخر ان احنا بنحافظ على اخواننا، ما حدش يقدر يزايد علينا. عشان نقدر اجواء نستمر في الدور ده لازم نكمل مستقرين سياسيا.